يعتبر قدوم الطفل مرحلة سعيدة بحياة كل امرأة وأم، ولكن هذه المرحلة ممكن تحمل معها تغيرات بيولوجية، عاطفية واجتماعية، إضافة إلى عوامل أخرى تساهم في خلق اكتئاب ما بعد الولادة. كيف منفهم شعور المرأة وكيف كمان رح نساعدك تتخطي هالمرحلة؟ تابع معنا هالموضوع. أسعد لحظة في الدنيا لأي أم إنها تسمع صوت أول صرخة لطفلها الجديد. اللحظة الأولى اللي شفت فيها ابني ما حسيتش بأي حاجة الحقيقة، يعني ما فيش أي شكل من أشكال الحياة. كنت بفكر بقى في انتحار وحاولت فعلا أن أنا أموت نفسي. لكن لكل قاعدة شواز، صوت طفلك وهو بيضحك أو بيعيط هيفضل يرن في ودانك طول حياتك. ما كانش عندي تصور صحيح عن شكل حياتي مع ابني بعد ما خلفه، فكان عندي صدمة، يعني حاسة ان انا بقى كل حاجة في حياتي ضاعت، ومحدش قال لي ولا حد حاول حتى بعدها يقول لي ولا قبل ولا بعد الولادة، يعني ان انا هي فترة وهتعدي، يعني شبه اللي هو انا ما كنتش عايزة ابني خلاص. وللأسف بقى رد الناس ان انتي بتتبطري على النعمة. اثناء الست شهور اللي انا قبل ما قرر ان انا عايزة اروح لطبيب نفسي، يعني كنت عندي انفعالات زايدة، يعني مثلا اعيط على حاجات مش ما تستاهلش، مثلا العياط. انا وهو قاعدين بس لوحدنا طول الليل مع بعض، ما فيش اي شكل من اشكال الحياه. انا قاعده مع حد انا اساسا مش حابه اكون معاه وبس. ما كنتش حاسه بالذنب تجاه ابني، انا حاسه بالذنب مثلا تجاه جوزي، تجاه ان انا مقصره في البيت، ان انا مقصره في شغلي في الكليه، مقصره مع كل الناس. بالعكس انا حاسه ان هو سبب كل الحاجات السيئه اللي انا عايشه فيه. رحت للطبيبه النفسيه، فتشخيصها كان انا عندي اكتئاب حاد. طبعا قالت لي ان انا محتاجه اخد دواء وامشي عليه لمده 6 شهور. فكره ان انا اخد دواء اصلا نفسي، انا نفسي ما كنتش مستسهله الموضوع. انا لسه لحد دلوقتي بتعالج وباخد دواء. في بدايه ما كنت باخد الدواء كنت بفكر بقى في انتحار، وحاولت فعلا ان انا اموت نفسي مرتين في الفتره دي، وعايزه اتخلص من حياتي. حاجه لطيفه جدا الناس بتعملها، ان انت لما تبقي لسه مثلا والده وتعبانه مع ابنك او مع بنتك وما بتناميش ومرهقه وتعبانه وكل حاجه، وبعدين تيجي تشتكي لحد او تقولي ان انا تعبانه يقول لك او انت لسه شفتي حاجه؟ ليه يعني ليه كده؟ بدايه معرفتي ان الحاله اللي احنا فيها ديت حاله مرضيه مش اعراض عاديه، يعني كان يمكن هي دي كانت بدايه حل معظم مشاكل البنت. الحمد لله من ساعه مدينة بدات تروح للدكتور بفتره قريبه، يعني مش يمكن بعد ما بدات تاخد الدواء بشهر او شهرين بدا تاثير الدواء يبان عليها في شكل حياتها. يمكن مرينا بكذا تجربه قبل ما نروح للدكتور كانت هتؤدي بينا الى الطلاق كذا مره. دينا قررت انها تفرغ شحنه الاكتئاب اللي عندها وتحكي تجربتها لكل ام في العالم. قررت ان انا عايزه اكتب مقال عن تجربتي مع مرض اكتئاب ما بعد الولادة. حسيت ان انا عايزة انبه الناس ان في حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة، وان ده مش عيب. في ناس كتير كانوا بيقولوا لي على الاكتئاب ان هو مش محتاج دواء، وبيتعاملوا مع الاكتئاب على انه نقص ايمان. لما كتبت المقال ونزلته على المدونة، عايزة الناس تعرف ان انا دينا انا اللي مريت بالتجربة دي، عشان انا عايزة الناس تغير فكرتها عن الشخص اللي بيتعالج علاج نفسي.